الهاتف من أبو ظبي عضو المجلس الوطني الإماراتي الدكتور سلطان المؤذن. مساء الخير دكتور سلطان. طبعا وثائق اتفاق الرياض الذي عقد عام 2013 وأيضا عام 2014 بين دول مجلس التعاون، يعني كان اتفاقا من المفترض بمقتضاه أن تتوقف قطر عن كل ما يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون، على الرغم من تعهد قطر وتوقيعها بالالتزام بهذه البنود، إلا أننا نراها تعمل على نقيض ذلك. ما هو تفسير ذلك من وجهة نظركم؟ السلام عليكم. طبعا أشكركم إتاحة الفرصة لي في الحديث عن قطر والأزمة التي خلقتها في المنطقة، حقيقة منطقة الشرق الأوسط ككل. فيما يتعلق بالوثائق، في البداية تعهدت قطر فعلا في 2013 و14 بوقف دعم جماعة الإخوان والأغلب الجماعات الإرهابية وكل ما يناقض استقرار مجلس التعاون الخليجي وأيضا منطقة الشرق الأوسط، لكن للأسف قطر تناقض نفسها دائما، وبالتالي هي نقضت العهود. ويعني المؤسف جدا أن أمير قطر هو من وقع، يعني أعلى السلطة في قطر هو من وقع على هذه البنود وتعهدت الحكومة القطرية بذلك، ولكن لم نرى أي شيء من ذلك، بل رأينا نقض الاتفاقيات الموجودة بين حكام دول الخليج وهي وقعت عليها قطر. مؤسف جدا حقيقة، بل نلاحظ في الفترة الأخيرة يعني قطر صعدت من لهجة الهجوم على السعودية وعلى البحرين وعلى دولة الإمارات وعلى جمهورية مصر العربية، لكن الواقع يعني دول الخليج صبرت على قطر أكثر من 21 سنة، يعني صبر في الحقيقة طويل جدا، حفاظا من قادات في دول الخليج على استقرار منطقة الخليج وعلى استقرار كيان مجلس التعاون الخليجي. يعني قطر دعمت الإرهابيين في البحرين، قطر مولت الإرهابيين في البحرين، في سواء كان مع جمعية الوفاق أو الجمعيات الأخرى الإرهابية التي زعزعت أمن واستقرار البحرين. قطر دعمت جبهة النصرة وأغلب الجمعيات المنظمات الإرهابية والميليشيات الإرهابية في المنطقة. أيضا قطر دعمت الإرهابيين في ليبيا، قطر دعمت الحوثيين في اليمن، قطر أعطت معلومات للإرهابيين في بعض دول كالبحرين وكسوريا وكليبيا والحوثيين أيضا ومولتهم، وعملت في الحقيقة في النقيض، يعني في عكس استقرار دول الخليج. يعني لا، الكل ينظر إلى قطر، هل هي تريد أن تصبح قطر العظمى في المنطقة، قطر تريد أن تسيطر على المنطقة بفكر هذا هذا هذا، يعني لا يعقل أن تقوم قطر وهي دولة يفترض أن تكون دولة شقيقة في المنطقة، وفي المقابل هي تقوم بالنقيض بالعمل على زعزعة استقرار منطقة الخليج. نعم دكتور سلطان، طبعا من الأمور اللي ذكرت البند المتعلق بوقف دعم قطر لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، على الرغم من توقيع قطر على هذا البند إلا أنها ترفض صراحة الالتزام بما تعهدت به. يعني من وجهة نظرك ما الذي يمنع الدوحة من الالتزام بما وقعت عليه في هذا البند بالتحديد؟ قطر لأنها متورطة ورطة كبيرة جدا مع الإرهابيين، قطر مولت الإرهابيين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، قطر أوت الإرهابيين والمنظمات الإرهابية. هناك يعني دول الخليج صنفت الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، دول الخليج ومصر أيضا صنفت بعض الأشخاص من الأشخاص الإرهابيين، وفعلا هم أشخاص مطلوب القبض عليهم، أوتهم قطر، مولتهم قطر، نسقت قطر بينهم وبين الجماعات الموجودة أيضا في تركيا، وهناك تنسيق مباشر بين حكومة قطر والحكومة التركية وأيضا مع إيران. يعني المؤسف جدا أن قطر لم تلتزم بأي بند من البنود، وحتى يعني ليس المثير للغرابة ولكن المثير للاشمئزاز بأن تقوم قطر باستيعاب عدد كبير جدا من الجنود الأتراك من الحرس الثوري، وهذا أيضا يشكل خطر على استقرار دول الخليج، وهو أحد الأسس التي قامت عليها دول الخليج في مجلس التعاون اتفاقياتي، بأن لا يكون هناك أي إضرار أو أي زعزعة لاستقرار دول الخليج. أما أن تقول قطر أن الحديث عن الإخوان المسلمين يعتبر
تدخل في سيادته، هذا غير منطقي وهذا مخالف للاتفاقيات الموجودة ومخالف أيضا للاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها قطر، وخاصة اتفاقي الرياض 2013 و2014 الذي أكدت قطر بالالتزام ووقع عليه أمير قطر، ولكن لم نرى أي شيء بل خالفنا تقريبا. هي يعني التزمت بأن أوقفت مصر مباشر، ولكن صعدت من لهجتها في الهجوم سواء على مصر على الإمارات على السعودية، وأيضا دعمت المعارضين والإرهابيين الموجودين سواء كانوا في لندن أو في تركيا أو في أي جهات أخرى، وصعدت اللهجة ضد دول الخليج. يعني للآن يعني غير مفهوم ماذا تريد قطر أن تصله. فقط يعني ما نرى من قطر هو زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج، خاصة البحرين، السعودية، الإمارات ومصر أيضا. نعم، من أبوظبي عضو مجلس الوطني الإماراتي الدكتور سلطان المؤذن، شكرا جزيلا لك.